نعم، يعني الأوضاع لا زالت على حالها. عمليات التصعيد الإسرائيلي مستمرة في المناطق الجنوبية من قطاع غزة، وتحديدا مدينة خان يونس، والتي تعرضت منذ ساعات الصباح إلى سلسلة طويلة من الغارات الإسرائيلية التي لم تتوقف حتى هذه اللحظة. نتحدث عن استهداف قرابة 6 منازل لمدنيين فلسطينيين في مدينة خان يونس. كانت الغارات بدأت في منطقة السطر الشرقي لخان يونس لمنزل عائلة الأغا وأبو جميزة. هذا الاستهداف أدى إلى استشهاد نحو 14 شهيدا بعد ارتفاع عدد الشهداء، بالإضافة إلى أكثر من 30 إصابة، بالإضافة إلى يعني الغارات تواصلت على منزل لعائلة سلامة في منطقة بلوك جي، وهي المنطقة التي تقع خلفنا تماما على بعد 700 متر من هذا المكان الذي نقف فيه. هذا القصف أيضا أدى إلى استشهاد سيدة سبعينية وشابة فلسطينية تبلغ من العمر 26 عاما، بالإضافة إلى إصابة العديد من المواطنين. ثم بعد ذلك انتقل القصف إلى منطقة المخيم الغربي لخان يونس، والتي تقع خلف مجمع ناصر الطبي على بعد يعني عشرات الأمتار من مجمع ناصر الطبي. هذا القصف أدى إلى استشهاد فتى فلسطيني، بالإضافة إلى إصابة 9 آخرين. ثم انتقل القصف شرقا إلى بلدة بني سهيلة ليتم استهداف منزل لعائلة بركة. هذا القصف الإسرائيلي أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة العديد من المواطنين. نتحدث عن قرابة 17 شهيدا أو 18 شهيدا وعشرات الإصابات التي يعني وصلت إلى مجمع ناصر الطبي منذ ساعات الصباح اليوم. من بين الإصابات إصابات خطيرة وحرجة جدا، من المتوقع أن يرتفع أعداد الشهداء غضون يعني الساعات القادمة نظرا لخطورة الإصابات التي وصلت جراء عمليات القصف المتواصل. ثم قامت الطائرات الحربية الإسرائيلية بشن سلسلة طويلة من الغارات على أماكن متفرقة شرقا غربا جنوبا ووسط مدينة خان يونس. هذه الغارات كانت عن استهداف بعض الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى استهداف بعض المنازل الفارغة التي لم تسفر عن وقوع إصابات أو ضحايا بين صفوف المدنيين. هذا علاوة على استمرار عمليات القصف المدفعي المتقطع على طول الحدود الشرقية لمدينة خان يونس، بدءا من منطقة القرارة في الشمال الشرقي وحتى منطقة الفخاري في الجنوب الشرقي أيضا، وأيضا على منطقة شرق رفح، حيث تواصلت عمليات القصف المدفعي الإسرائيلي على طول هذه المنطقة. هذا ما يعني حدث في المناطق الجنوبية من مدينة في خان يونس وفي رفح. أما فيما يتعلق في مدينة غزة، فتواصلت الغارات الإسرائيلية العنيفة على عدد من منازل المواطنين في حي الشيخ رضوان، نعم، في منطقة النصر، في منطقة وسط مدينة غزة، وأيضا حي الزيتون، وأيضا منطقة جباليا والمجزرة المروعة التي نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية في منطقة جباليا في مخيم جباليا، والتي أدت إلى استشهاد عشرات من المواطنين وإصابة آخرين، بالإضافة إلى استهداف مدرسة الموهوبين في منطقة الشيخ رضوان واستشهاد وإصابة عدد كبير من المواطنين. ثم غارت الطائرات الحربية الإسرائيلية مرة أخرى على مخيم الشاطئ واستهدفت مركز للنازحين أو لمركز إيواء، وهذا القصف أيضا أدى إلى عدد كبير من الشهداء والجرحى. أعداد الشهداء تجاوز 11500 شهيد، الإصابات ربما ناهزت 30,000 مع الغارات الجديدة التي وقعت اليوم. وضع مأساوي. مجمع الشفاء الطبي وبحسب وزارة الصحة قالت أنها تمكنت أو بدأت في من نصف ساعة في عملية دفن جثامين الشهداء المنتشرة، عشرات الشهداء التي كانت ملقاة في ساحة مجمع الشفاء الطبي، حيث تم حفر قبر جماعي لهؤلاء الشهداء من أجل دفنهم رغم الخطورة ورغم الصعوبة البالغة التي واجهها الطاقم الطبي في مجمع الشفاء. أيضا الدبابات الإسرائيلية لا زالت تتوغل، وأيضا الأعمال الاشتباكات المسلحة مستمرة بصورة كبيرة جدا في عدة مناطق وعدة محاور من مدينة غزة، تحديدا طيب. محور الشاطئ، حي النصر، تل الهوى، وأيضا بيت حنون وبيت لاهي. هذه المناطق تشهد اشتباكات واسعة بين المقاتلين الفلسطينيين وقوات الاحتلال.